واحد جاب 3 عمال في شغلة في مزرعته واشتغلوا بما يعدل 100 ريال كل واحد. ولما جاء آخر النهار قال كم تبغى؟ قالوا نبغى 300 ريال. قال إيش 300؟ قالوا يوميتنا. قال ما اشتغلتوا إلا جيتوا قلنا ظهر وهم جوا من الصباح وصل انصرفتوا ذا الحين عادنا عصر. يلا هذه من 50 50 50. قالوا لا ما يكون. قال تبغونها ولا شوف الطريق؟ خلوه مشوا وركب سيارته ومر من عندهم. ما قال حتى أوديكم. واحد منهم قال بيديه كذا يخبرني هو نفسه يقول والله أني شفت إيديه من المراية وهو رافع إيديه إنه ضرب في قلبي مثل السهم من يوم رفع إيديه. وفي الملف الأول يحصل له حادث ويصاب بشلل رباعي علشان 100 ريال. دعوة مظلوم. أعط العامل أجره قبل أن يجف عرقه.